السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة أخبار الواحدة، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: توقعات بإنتاج وافر من الحبوب مع انطلاق حملة الحصاد والدرس بولاية عامة. ونتابع من الأغواط: استثمارات ناجحة في زراعة البقوليات بفضل آلية الدعم والمرافقة. ضمن جهود تشجيع الابتكار لحاملي الأفكار بمعاهد التكوين المهني بولاية تندوف، أجهزة وأنظمة ذكية تواكب مساعي تطوير القطاع الفلاحي اعتماداً على التكنولوجيا. في فلسطين المحتلة، استشهاد نحو 30 فلسطينياً في مجازر جديدة بمخيمي البريج والنصيرات. وكاميرا التلفزيون الجزائري ترصد من مواصي رفح أجواء العيد في خيام النزوح. المستهل بحملة الحصاد والدرس التي انطلقت بولاية سعيدة وسط توقعات بإنتاج وافر من الحبوب هذا الموسم، وذلك بفضل توسيع المساحات المزروعة والمسقية ومختلف التحفيزات الممنوحة للفلاحين. ساري ساري. من منطقة ضاية زراقة المعروفة بإنتاجها المتنوع للحبوب، ومع انطلاق عملية الحصاد لهذا الموسم، يستبشر الفلاحون إنتاجاً معتبراً للحبوب هذه السنة. أنا من 8 راني داير 5 زرع، واحد قمح، وزوج هديهم السوكي دائماً نقلبهم ونخليهم كل عام. كاين وين يعطيك القطاع من يكون مليح 30 35 40، منين ما تكونش الحياه نيشان 20 25 توجور طال او هابط. تاتي عمليه الحصاد والدرس للموسم الجاري تزامنا مع الاحصاء العام للفلاحه، والذي يعد خطوه هامه في مسار تحقيق الامن الغذائي المحلي. ضاية زراقة هذا المحيط اللي تربع على مساحة 1500 هكتار مسقي، فيها 1200 هكتار فيما يخص الحبوب فقط في مختلف أنواعها، قمح صلب، قمح لين، شعير وخرطان. نتوقع إن شاء الله إنتاج يتجاوز 77 ألف قنطار إن شاء الله، وكلها عندها إمكانية أنها تدخل إجباريا إلى مخازن سيسيليس، لأن أغلب المعنيين كانوا استفادوا من إعانات الدولة فيما يخص مجانية البذور وأيضا الأسمدة. من خلال دعم الدولة وبفضل مجهودات الفلاحين، من المتوقع تحقيق مردود وافر نهاية هذا الموسم. التقرير كان لسارة سارية. وبغية تخفيض فاتورة استيراد الحبوب الجافة، تبرز استثمارات ناجحة في زراعة البقوليات بفضل آليات الدعم والمرافقة التي توفرها الدولة من جهة وإرادة الفلاح من جهة أخرى. فؤاد أحماني. هي أول تجربة في زراعة إحدى أهم البقوليات الواسعة الاستهلاك، مادة الحمص، في هذه المستثمرة بمنطقة الروكس بسيدي مخلوف بالأغواط على مساحة أزيد من 40 هكتارا. أقيم هذا المشروع الفلاحي الهام من طرف الفلاح محمد يعيش وأولاده. الحبوب العادية، قمح والشعير والخرطان وما إلى ذلك، اليوم راها جاتنا مبادرة ونظن من السلطات العليا الفوق، اللي هي أن تعلل الحبوب الجافة، يعني اختيار سليم، لان هذه ماهيش حاجه راها تدينا في عمله صعبه كبيره، ولهذا حوسنا يعني نندمجوا في هذا المشروع، اللي ان شاء الله ربما يكون علينا فائله خير وعلى دولتنا وعلى شعبنا وعلى ارضنا على كل حال. رغم ان التجربه جديده وفتيه في زراعه ماده الحمص بالمنطقه، لكن اخرتها بعض الصعوبات التقنيه والطبيعيه وقله اليد العامله، الا ان اصحاب المستثمره عازمون على انجاحها في انتظار الحصاد شهر جويلية القادم. درنا 45 هكتار حمص، عندنا الامكانيات باه نخدموا، راك تشوف لي بيفو دايرين اللي علينا نخدموا بجهودنا، والحمد لله لا الاشياء بالضره ضرتنا ياسر، ودرنا المستحيل تاعنا، حتى وين كنا راح نخدموها مانيال بليد 45 هكتار تجيب لها خدام وراح تنهل حشيش بليد، ماهي سهل. وتعد زراعة البقوليات إحدى أهم التوجهات الرئيسية للأمن الغذائي الوطني، يبقى تضافر الجهود بين الفلاح والمصالح الفلاحية لحماية المشروع وتطويره وتوسيعه.
ورهان استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي ببلادنا يرتكز اليوم على مواكبة المستجدات التكنولوجية وتشجيع الابتكار لزيادة المردودية وتحسين الإنتاج. ابتكارات يحقق فيها الشباب حاملو الأفكار الريادة في اختراع عديد الأجهزة والأنظمة الذكية، وهو ما تجلى من خلال معرض التكوين المهني بولاية تندوف. عمر طواكينا. بالتوازي مع الحركية التي بات يشهدها قطاع الفلاحة بولايات الجنوب، باتت تتماشى رؤية وابتكارات شباب ولاية تندوف بغية اختراع وابتكار عديد الأجهزة والأنظمة الذكية التي تساعد الفلاح في الرفع من مردوديته. السيستم تاعنا يساعد الفلاح انه بلا ما يتنقل للفلاحه نتاعو، الوغ هو افيك اون ابليكاسيون موبايل من الدار تاعو من بلاصتو وين راه قاعد يشوف لي كونديسيون اللي راها عنده في لاصار في الفلاحه نتاعو ا ديستونس. مثلا عندنا لي بارامتر اللي عندنا الجو المناخ تاع لاصار تاعو، يعني البيت البلاستيكي يشوف الجو تاعو ودرجه الرطوبه في لاصار. كنا لنا مشروع حول تصميم بيت دجاج ذكي يقوم على النظام اوتوماتيكي. خففنا الجهد على الفلاح انه من البيت نتاعو ولا هذا يمشي للمزرعه ويبدا يشعل الاضواء من عنده، من البيت عنده تطبيق اوتوماتيكي قلت لك تصميم. بدوره بات التكوين المهني الحق لا الخصب لاحتضان مختلف ابتكارات الشباب. هذا قلنا بالنسبه للشباب اللي عندهم افكار ولا يعني قادرين ان شاء الله مستقبلا باش ينشئوا مؤسسات، وراكم شفتوا من خلال هذه المشاريع اللي راه ابتكاريه افكار الشباب، سواء كانت يعني هنا كقطاع تكوين مهني، كقطاع تكوين مهني ولا الجامعه ولا كل الشباب وين ما كانوا راه التكوين المهني فضاء لهم. هي مشاريع شبانيه مستقبليه كلها ستكون دعامه اساسيه في الرقي بقاطره الحركيه التنمويه باستعمال التكنولوجيا. وضمن مساعي الرفع من الإنتاج السمكي، انطلقت عبر الوطن الحملة الوطنية لاستزراع اليرقات عبر 17 سدا، العينة في النشرة من سد بن هارون بولاية ميلا مع سلمى خواني. هي عينات لأنواع مختلفة من الأسماك، يتم اليوم إطلاق يرقاتها بسد بن هارون بولاية ميلا، لتنطلق بذلك حملة الاستزراع السمكية بالسدود وسط تفاؤل الصيادين بمضاعفة ووفرة الثروة السمكية. كان على الأقل واحد 50 واحد وليس بكل رزق صحهم من ومليحة كان الحوت، بصح التأخير الأخرى هذه نقص بزاف بعد ما كانش. ماذا بينا هنا كي تعود حركة لهنا ويعود كاين الحوت وتعود تجي مليحة الغاشي بكل يستفاد. فإذا تاع هذا الاستزراع هي سهولة عملية الصيد للصياد، يكون في راحة تامة ويكون الوجود وفير. وحنا نستحسنوا هذه العملية لأنها تساهم في إنتاج الثروة السمكية وتقلنا العملية تاع الصيد. نحن عندنا دي كونفونسيون مع الصيادين. إضافة إلى تحفيز الصيد القاري وتنمية الثروة السمكية الموجهة للاستهلاك، تسهم عملية الاستزراع أيضا في مضاعفة المردود الفلاحي لما تفرزه الأسماك من أسمدة عضوية بمياه السدود الموجهة للري. خمس سدود الانطلاق من سد بن هارون، ثم بعد ذلك تعميمها يعني في الثلاث سنوات القادمة إلى 57 سد للسدود الموجهة فقط للري، وهذه طبعا فيها فائدة كبيرة أنه نقصوا في الأسمدة 30% من كمية اليرقات المخصصة لحملة الاستزراع وجهت لسد بن هارون، فيما تستمر هذه العملية لتشمل 17 سدا على مستوى الوطن لغاية شهر أكتوبر من العام الجاري. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، أطلقت كل من مديرية البيئة ومحافظة الغابات لولاية ورقلة وكذا الجمعيات المحلية وشباب ناشطون في مجال البيئة حملات تشجير واسعة شملت مختلف الأصناف الغابية والنباتية التي تتكيف مع المناخ الصحراوي. هاجر بن كران.
تؤثر البيئة بشكل مباشر وغير مباشر على حياة البشر والكائنات الحية الأخرى، لما لها من دور هام في توفير الموارد الضرورية كالهواء النقي والماء والتربة الخصبة والتي يستوجب الحفاظ عليها وحمايتها من التحديات التي تواجهها. احنا نحاولوا كجمعية نحاربوا هاد الظاهرة هذه، والدور تاعنا احنا هو التحسيس والتوعية والتوجيه في أوساط الشباب عن طريقة التشجير، عن محافظة على المياه، باسكو حتى الماء عنده دور كبير. يعني من الأحسن نتخذوا إجراءات، يعني الإجراءات للحد من هذه الظاهرة ومحاولة يعني تكثيف الغطاء النباتي. وإن إطلاق المبادرات والتظاهرات البيئية ومكافحة ظاهرة التصحر والجفاف تسهم في الحفاظ على الموارد البيئية كحملات التشجير الواسعة وزيادة المساحات الخضراء، وخاصة حماية النباتات المتكيفة مع الجفاف. كاين الطماريكس، كاليتوس، كازورينا، فيريزيانا، البروزوبيس جيلوفلورا، يعني أغلبية الأصناف هذه متواجدة وتتأقلم مع المناخ وعندها الدور في تلطيف الجو. بممارسات وسلوكيات بسيطة نستطيع استعادة التوازن الطبيعي للنظام البيئي والذي يعد مسؤولية الجميع. في أحوال الطقس، تتوقع نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة اليوم، حيث ستشهد بعض ولايات وسط وشرق البلاد موجة حر قد تصل إلى 45 درجة. النشرية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالي تتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 42 درجة و 45، وذلك بولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة والطرف. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قام اليوم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي سعيد بزيارة إلى مقري الإذاعة والتلفزيون، حيث نقل تهاني وتبريكات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى صحفيي المؤسستين الإعلاميتين وتقنييها وكل الأسرة الإعلامية، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم وتبليغ الرسالة الإعلامية النبيلة. كمال سيدي سعيد زار قاعات التحرير للإذاعة الوطنية وكذا قاعة التحرير بالقناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري واستوديو الأخبار وكذا مركز الإرسال، حيث طلع على ظروف سير العمل ومشاريع تحديث وسائل نقل الصورة والصوت بالتقنيات الحديثة، إضافة إلى جهود ترقية العمل الإعلامي لمؤسسة التلفزيون العمومية. كمال سيدي سعيد زار أيضا بالمناسبة ذاتها مقر وكالة الأنباء الجزائرية. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتجسد التواصل بين أفراد جاليتنا بالولايات المتحدة الأمريكية للالتقاء واستحضار أجواء العيد بالوطن الأم. كمال سويق حضر جانبا من إحياء عدد من أفراد الجالية المقيمة بفيلادلفيا لهذه الشعيرة الدينية. تجتمع الجالية الجزائرية هنا بأحد أكبر مزارع مدينة فيلادلفيا، المزرعة تم تخصيصها كما تشاهدون لاستقبال أفراد الجالية الجزائرية الذين لم يتمكنوا من الاحتفال بعيد الأضحى في يومه الأول. يوسف ابن مدينة بسكرة لم يتردد للسير مدة ساعتين لقضاء عيد الأضحى مع الأصدقاء والأقارب، بعدما حجز خروفه عبر الأنترنت يأتي ليدفع قرابة 350 دولارا أمريكي ليتمكن من الاحتفال بالعيد الأضحى. احنا يا أصلنا في الجزائر من بسكرة، هنا ساكنين في فيلادلفيا، خيرنا الفيرما هذه عندنا بلوسكو ديزون كرانا هنايا، يخلونا نريزيرفيو الخرفان تاعنا على افونس، وكي نجو الحمد لله عندنا كاين له ساعه، كاين الماتيريال، كاين نغسلو نسلخو، الحمد لله يعني مساعدين. وين وصلتوا هاي؟ بعد النحر تاتي مرحله السلخ التي تتطلب خبره ومساعده. يوسف واصدقائه بامكانهم الاستعانه بخبره العم عيسى. نجو لهنا المزرعه هذه حوالي ساعتين سياقه باش نلتقوا بالجالية الجزائرية
اللي متواظبة على القدوم إلى هذه المزرعة حوالي 12 سنة أو أكثر أو ما يزيد على 12 سنة باش نديروا الأضحية تاعنا. في بلد العم صام وادب عيسى على تلقين أبنائه وأحفاده عادات وتقاليد ديننا الحنيف. هنا كان جو عائلي وكانوا تذبحوا وتحس كما البلاد وفها يعني دراري يتعلموا الدين تاعهم يتعلموا العياد تاعهم and it's really nice كان الله رفع كتير activities for the kids. العديد من الأنشطة تم برمجتها حتى يتمكن الكبار من إتمام أشغالهم ويتسلى الصغار في جو مفعم بالأخوة والتضامن. I like celebrating Eid because we get to spend time with our families and friends. نحب celebrate Eid وباهي نهنا. صحيكم from Philadelphia. وحرصا منها على إحياء التقاليد الجزائرية بالمهجر، نظمت قنصلية الجزائر ببونتواز بفرنسا لمة عائلية لعدد من أفراد الجالية التقوا فيها حول مائدة واحدة حضرت فيها الأطباق والحلويات التقليدية بمختلف نكهاتها. التغطية لعفاف بالهشات والتقرير لإسمهان سلطاني. عادات وتقاليد الجزائريين للاحتفال بالأضحى المبارك وجدها عدد من أفراد الجالية بالقنصلية الجزائرية ببونتواز بفرنسا في احتفالية خاصة بالعيد. أعيش في البلدة المجاورة، الاستقبال كان حارا حقا، اجتمعنا على طاولة واحدة للاحتفال بالعيد. تنظيم احتفالية لجمعنا في العيد أمر رائع ونحن في ديار الغربة. العيد مناسبة للاحتفال ولم شمل الجزائريين بأجواء تذكرهم بالوطن الأم، كما يعد فرصة للتعريف بثراء تقاليدنا الاحتفالية للأجانب. العيد فرصة لالتقاء الجالية الجزائرية في مكان واحد وفي جو الفرح، وهذا مهم لنا كجزائريين. هي مائدة عيد الأضحى المبارك تجمع الجزائريين في المهجر وتعكس صور التلاحم بين أفراد الجالية. كل عام وجاليتنا الوطنية بألف خير. وفي البقاع المقدسة وفي ثاني أيام التشريق يواصل ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج برمي الجمرات بمشعر منن والذي يعرف بيوم النفر الأول، حيث يجوز للحاج أن يتعجل وينفر من منن بعد رمي جمرة العقبة الوسطى والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج شريطة أن يكون الخروج من مشعر منن قبل غروب الشمس. أما غير المتعجل فيكمل غدا. في تطورات الوضع الميداني بغزة، ارتكب الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مجزرة جديدة بمخيمي النصيرات والبريج، ارتقى جراءها 17 شهيدا، كما استشهد مساء أمس 10 فلسطينيين، فيما أصيب آخرون بجروح في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مجموعة من التجار ورجال تأمين المساعدات في منطقة المشروع شرقي
مدينة رفح لترتفع الحصيلة إلى 37,347 شهيدا و 85,372 جريحا. المشهد مع حفيظ عبد الصدوق. هذا هو الكيان المحتل الغاصب، لا عهد له ولا أمان، يقصف الأبرياء والمواطنين العزل ليثبت جبنه وجرمه لليوم 56 بعد 200 من العدوان على غزة بهجومه على تجار لا حول ولا قوة لهم. ذنبهم الوحيد هو أنهم كانوا ينتظرون قافلة للمساعدات في معبر رفح البري من أجل إيصال بعض المؤونة لإخوانهم في المناطق المنكوبة ولآلاف النازحين الذين ضاقت بهم السبل في تأمين لقمة العيش، ليتفاجأوا بصواريخ الطيران الحربي الصهيوني يقصفهم بعد أن أعطاهم الأمان، ليستشهد عدد منهم ويصاب العشرات. قتلوا التجار، قتلوا الناس، قتلوا الأطفال، قتلوا النسوان، بهدلونا يا ربي. أنا بقول بس حس من الله ونعم الوكيل، أكثر من كده بقولش. انقصفوا صاروخ، سبع صواريخ في بعض، كل واحد يروح يجيبهم، هو ولا مقاومين تجار رايحين يجيبوا الشرف يا غزة عشان يطعموا غزة شرف هدولة، كل ما يروح واحد صاروخ يخلع الثاني. جرائم الاحتلال الصهيوني لا تنتهي، فالقصف مستمر اليوم دون هوادة على كل مناطق القطاع في مخيم النصيرات والبريج وفي رفح، مجازر يندلها جبين إنسانية خلفت شهداء وجرحى. وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الأجواء في غزة لا تمت لأجواء العيد بصلة، قصف وتشييع شهداء ونحيب الأمهات الثكالى والأبناء اليتامى، والوضع يزداد سوءا بإعلان مستشفيات القطاع عجزها عن استقبال المزيد من المرضى والجرحى، فيما يعيش أكثر من 3,500 طفل تحت تهديد الموت بسبب سوء التغذية وانعدام الدواء والمكملات الغذائية والتطعيمات. ومظاهر الفرح غابت وعمت أجواء الحزن والأسى في أيام العيد في ظل ظروف إنسانية مأساوية يكابدها النازحون بقطاع غزة جراء العدوان الصهيوني المتواصل. مراسلنا وسام أبو زيد يضعنا في صورة الأجواء بمواسي رفح. نحن اليوم نتواجد في منطقة مواسي رفح هنا أقصى جنوبي القطاع لنرصد معاناة النازحين الفلسطينيين في الخيام وكيف يقضون أيام عيد الأضحى المبارك. أجواء حزينة، شو بدك، كيف يعني بدك تعيش أنت؟ أنت عايش في برص في رمل على الشط مرمي هيك ترمي، لا أجى على بالك عيد ولا رحت على أختك ولا رحت على أمك ولا رحت، كل واحد مضطرد في منطقة، متشرد في منطقة. هو إحنا في عيد إحنا بنطبق شعائر الله سبحانه وتعالى ونحتفل بالعيد رغم كل الألم والجراح اللي احنا فيه، احنا برضو نحتفل بالعيد، هذا عيد الله أكبر، نحترم شعائرنا الدينية والعقائدية رغم يعني الصعوبات اللي احنا بنواجهها. هذا هو الوضع هنا في منطقة المواصي، مئات الخيام التي تنتشر في كل مكان كما تنتشر في كل المناطق الفلسطينية وسط قطاع غزة، دير البلح والنصيرات والبريج و خان يونس، وهنا منطقة مواصي رفح جنوبي القطاع. نتكلم عن منطقة كبيرة تعد بنحو 2 مليون نازح فلسطيني وكلهم يعيشون في الخيام ولم يشعروا بأي شيء من مظاهر العيد. سنحاول الدخول لأحد الخيام في هذه المنطقة، هذه الخيمة التي لا ترقى للمستوى يعني المعيشي أو أنها يمكن أن تكون مأوى لنازحين فلسطينيين. هذه خيمة من أحد الخيام للعائلات الفلسطينية المتواجدة في منطقة مواصي رفح هنا، يعني يفتقدون لأدنى مقومات الحياة ولا يوجد أي مظاهر للعيد لهذه العائلة الفلسطينية. مر علينا عيد الأضحى، هدول يعني الأعياد اللي وردت عندنا في القرآن، أحلى عيدين إحنا هدول بنستناهن، لا حسينا بأعياد
لا حسينا بفرحة أطفالنا تطلع صور الأطفال، بس وريهم منظر الأطفال في العيد. إحنا ولا كأنه عنا عيد. بس أنتوا شايفين كيف الوضع اللي إحنا فيه، خيم والجو كتير حار، وأغلب الأوقات كل الطهي بيتم على النار من الصبح لا بالليل. طبعا ما حسينا بمظاهر العيد، هي الأطفال زي ما أنتوا شايفين، ولا كأنه في عيد، بهجة العيد مختفية كتير هان. فلا شك أن هؤلاء الأطفال غابت عنهم فرحة العيد، لكن أيضا غاب عنا جميعا 17,000 طفل فلسطيني استشهدوا منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. ونختم نشاطنا من ولاية قسنطينة، حيث تحرص الأسرة الفنية على إحياء عيد الأضحى المبارك في أجواء استثنائية بلمسة الملوف الذي يعكس أصالة وعراقة الفن الجزائرية. إسماعيل بلقيتية. عادات لم تنقطع منذ سنين مضت، أين يضرب الموعد بين الفنانين أيام العيد من كل موسم، في كل مرة يكون الملقى عند منزل أحدهم لتبادل التهاني وتوطيد أواشج المحبة. وهذه ملمة العيد، هذه اللي تلمنا وإحنا من بكري في ديار عرب، وعن بالكم كيفاش كنا في السويقة وهذيك وفيه الصدار والله والعرس، كيف هذيك الحطات وهذيك والزلايج والداير. هذه تسمى عادات قسنطينة، وقهوة العصر ديما تتحط، والسينية ديما تاعنا كاينة. علاه؟ لأن قسنطينة بلاد الجود والكرم والإحسان. سيت اون تراديسيون، في العيد نتلاقاو سون ريان، نتلاقاو نديرو قعدة هاك ديما قهوة العصر. حنا درك نتفكروا الكبار في هادو اللي تخلفوا، عدي عند كمال، عدي كذا، نتلمو جوج مع أحبابنا، نقعدو هاي قهيوة، هذا طريف قاطو، نضحكو نقصرو، هز دوزان نديرو رفدة ولا زوج، نتنادمو في الشغالات تاع الشعراء. بور موا هذا عيد الروح للفنان، العيد الثاني تاع الفنان. لمة العيد تكون مع أصيل الشمس، وتصحبها صينية الحلويات التي تحضر بذوق وترتيب خاص، تسمى عند القسنطينيين قهوة العصر. هي جلسة فنية تصحبها الأشعار والمدائح والزجول. احنا الفنانين كيجي وقت الأصيل، هذا يعيطوا له الأصيل، كيجي وقت الأصيل نزيدوا نتسكنوا عليه، نتغرموا، نتفكروا الرمل المايا، نتفكروا بزاف حوايج، ونغفروا لبعضنا ونتسامحوا. يقدروا يصراو لي مونونطوندي يصراو هذوك في العام، يجي العيد يمسح كلش، نفتحوا صفحة بيضاء جديدة، خلاص قلوبنا بويد، خلاص ما نقطعوش سيلة الرحم، وسيرتو الكبار تاع العائلات اللي هما فيهم البركة، اللي يحب يحوس على البركة والهنا في حياته يروح لسيلة الرحم للكبار. هي لمة للتغافر والتسامح، كلها عفوية، لتفتح صفحة جديدة ملؤها كل ما هو جميل. الروبورتاج كان للزميل محمد زمولي. بالعراقة والأصالة نختم نشرة الواحدة، إليكم تذكيرا بالعناوين. توقعات بإنتاج وافر من الحبوب مع انطلاق حملة الحصاد والدرس بولاية صعيدة. وتابعنا من الأغواط، استثمارات ناجحة في زراعة البقوليات بفضل آلية الدعم والمرافقة. ضمن جهود تشجيع الابتكار لحاملي الأفكار بمعاهد التكوين المهني بولاية تندوف، أجهزة وأنظمة ذكية تواكب مساعي تطوير القطاع الفلاحي اعتماداً على التكنولوجيا. في فلسطين المحتلة استشهاد نحو 30 فلسطينياً في مجازر جديدة بمخيمي البريج والنصيرات، وكاميرا التلفزيون الجزائري ترصد من مواصي رفح أجواء العيد في خيام النزوح. شكراً على كرم الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.